أهلا بكم مشاهدين الكرام في نشرة أخبار مساء الإمارات لهذا اليوم، تأتيكم من قناة الظفرة. أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي أن دولة الإمارات في ظل قيادتها الرشيدة لن تدخر جهدا في تقديم الدعم والمساندة إلى فئة ذوي الإعاقة أصحاب الهمم، مشيرا إلى تعاليم الدين الإسلامي الحنيف الذي دعا شرائح المجتمع كافة إلى التعاون والتآزر، وهو الأمر الذي تمسك به الآباء والأجداد ونحن على دربهم سائرون. ودعا سموه خلال استقباله رئيس وأعضاء نادي عجمان لذوي الإعاقة في مكتبه في ديوان الحاكم إلى تعزيز التعاون بين أندية المعاقين في الدولة وخارجها لتحقيق مزيد من الفائدة وتبادل الخبرات بين الأندية والتي تسهم في دمج هذه الفئة الهامة في المجتمع لتعمل مع بقية شرائحه في مختلف القطاعات. هذا واستمع سموه خلال اللقاء إلى شرح من الدكتور مروان عبد المجيد إبراهيم المدير التنفيذي للنادي بشأن أهم أنشطته والاستعدادات الجارية للمشاركة في المنافسات المحلية والإقليمية والدولية. حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة ومعالي الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان أمس بصالة هيلي بمدينة العين حفل الاستقبال الذي أقامه عبد الله حسن الشويهي بمناسبة زفاف نجليه فيصل إلى كريمة سالم سعيد ناصر الشبلي وسلطان إلى كريمة سعيد علي سالم الشبلي. كما حضر الحفل الشيخ محمد بن نهيان بن مبارك آل نهيان والشيخ طحنون بن سعيد بن طحنون آل نهيان والشيخ مبارك بن نهيان بن مبارك آل نهيان وعدد من الشيوخ وشعراء ووجهاء القبائل وكبار المسؤولين وضيوف من سلطنة عمان وأعيان البلاد إلى جانب الأهل والأقارب وزملاء العريسين. وتضمن الحفل عروض شعبية من وحي التراث الإماراتي، وألقى عبد العزيز الشويهي شقيق العريسين العديد من القصائد الشعرية الترحيبية بحضور وتشريف الشيوخ لحفلهم. عقدت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي بحضور كل من معالي السفير عبد الله المعلمي المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة وسعادة السفيرة لانا زكي نسيبة المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة إلى جانب ممثلين عن مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، إحاطة إعلامية في مقر البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، وبحضور 14 مراسلا صحفيا معتمدا لدى المنظمة الدولية بنيويورك لمناقشة الأزمة الحالية بمنطقة الخليج العربي وتداعيات قطع الدول الأربع المعنية علاقاتها مع قطر بسبب تحريضها المستمر على التطرف وتمويل الجماعات الإرهابية. وجرت الإحاطة الإعلامية أثناء زيارة معاليها إلى نيويورك على رأس وفد للمشاركة في المنتدى السياسي الرفيع المستوى والمعني بالتنمية المستدامة. وذكرت معاليها في كلمتها الافتتاحية أن الدعم وتحريض قطر للإرهاب والتطرف العنيف يجب أن يتوقف، وخاصة قيامها بتمويل وتمكين ونشر التطرف، وقالت إن الدول الأربع لن تنتظر أكثر من ذلك لكي تغير قطر من نهجها، وطالبت باتخاذ إجراء لإطفاء الحرائق التي أشعلتها قطر، وأضافت أن محاولات تدويل الأزمة عن طريق عرضها أمام محافل الأمم المتحدة المختلفة لن يساعد قطر في تحويل الانتباه عن القضية الرئيسة وهي دعمها المستمر للتطرف، كما شددت على أن الوقت قد حان لكي تتوقف قطر عن محاولات تغيير الموضوع والبدء في تغيير سلوكها. التقى معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة مع دولة شينزو آبي رئيس وزراء اليابان في طوكيو اليوم، وتناول اللقاء العلاقات الاستراتيجية التي تربط البلدين الصديقين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية والاجتماعية وسبل تطويرها والانتقال بها إلى آفاق جديدة. ونقل معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر خلال اللقاء تحيات القيادة في دولة الإمارات إلى قيادة وحكومة وشعب اليابان وثمن التعاون الاستراتيجي بين البلدين الصديقين. وتطرق النقاش بين الجانبين إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بما فيها الخطر الذي يشكله الإرهاب على الأمن الإقليمي والعالمي، وكانت وجهات النظر متطابقة حول ضرورة التصدي للإرهاب والتطرف لضمان السلم والأمن والاستقرار. أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي إعفاء حملة جميع أنواع الجوازات الصادرة عن دولة الإمارات من شرط الحصول المسبق على تأشيرة الدخول لجمهورية ساو تومي وبرنسيب الشعبية ابتداء من 6 يوليو الجاري. وأوضح سعادة أحمد سعيد الهام الظاهري الوكيل المساعد لشؤون القنصلية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن المذكرة الدبلوماسية التي تلقتها الوزارة من نظيرتها في جمهورية ساو تومي وبرنسيب الشعبية تفيد بالإعفاء
اعتبارا من 6 يوليو من عام 2017، مع إمكانية بقاء المواطنين من حملة جميع أنواع الجوازات الإماراتية في أراضي جمهورية ساو تومي وبرنسي بالشعبية لمدة 15 يوما. أكد المشاركون في الملتقى العلمي القيادات والإعلام أثناء الأزمات في اليوم الثالث على أهمية هذا الملتقى، على أن يتم دعوة المؤسسات الأكاديمية الأمنية في الوطن العربي في تنظيم هذه اللقاءات العلمية المتخصصة على مدار العام، وذلك لتطوير مهارات المتعاملين مع الإعلام أثناء الأزمات. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي مع الزميل علاء اللولو. في اختتام فعاليات الملتقى العلمي القيادات والإعلام أثناء الأزمات والذي انعقد مؤخرا في دبي، أشاد المشاركون بالعلاقة الاستراتيجية والمميزة بين جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والقيادة العامة لشرطة دبي، والتي انعكست على نجاح فعاليات هذا الملتقى، والتأكيد على أهمية تكثيف مثل هذه اللقاءات العلمية في مجال القيادات والأزمات. وقد توصل المشاركون إلى التوصيات التالية: ضرورة تطوير العلاقة الإيجابية بين الإعلام والأمن وتعزيز الثقة فيما بينهما، التأكيد على الأجهزة الإعلامية والأمنية بضرورة المبادرة في دحض الشائعات بعد التعرف على أسبابها ومنطلقاتها وتأثيراتها، الدعوة إلى مزيد من التجانس في الخطاب والمصطلحات بين المؤسسات الإعلامية والرسمية أثناء الأزمات، التأكيد على أهمية اختيار المتحدثين الإعلاميين وفق معايير دقيقة تضمن ترشيح الأفضل من حيث الثقافة واللباقة وسرعة البديهة، أهمية تطوير اللوائح والتشريعات القائمة الخاصة بالنشر في مواقع التواصل الاجتماعي. يؤكد المشاركون على أهمية موضوع هذا الملتقى، ويدعو المؤسسات الأكاديمية الأمنية في الوطن العربي وبالأخص جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية في التوسع في تنظيم مثل هذه اللقاءات العلمية المتخصصة على مدار العام، التأكيد على الدور الإيجابي والمسؤول لوسائل الإعلام في التعامل مع الأزمات في مراحلها المتعددة، التأكيد على أهمية تبني خطاب إعلامي متوازن في التعامل مع الأزمات. يثمن المشاركون جهود جامعة الدول العربية ومجالسها المختلفة، ويوصون بالاستفادة من الشبكة العربية لإدارة الأزمات في أمانة الجامعة، كما أوصى المشاركون برفع برقية شكر وتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله على استضافته لهذا الملتقى، وعلى كرم الضيافة وتسهيل إجراءات انعقاد الملتقى في إمارة دبي. كما أوصى المشاركون برفع برقية شكر وتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية في المملكة العربية السعودية رئيس المجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية على المبادرة بتنظيم هذا الملتقى العلمي الهام. ربما يعني يتابع المراقب أن الإعلام في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال السنوات الأخيرة، نقول 15 سنة الأخيرة، خطى خطوات حقيقية نحو التحول إلى إعلام فاعل ومؤثر، وخاصة يعني كما تفضلت في موضوع القنوات الخاصة. لكن هذه القنوات الخاصة يجب أن يكون خطابها مرتبطا أساسا بالسياسة العامة للدولة من خلال النظر إلى الأمور بشكل مختلف تماما فيما يصب في خدمة الصالح العام. لهذا نحن نطالب دائما القنوات الخاصة أن تكون شبيهة أو قريبة من الخطاب الإعلامي المقدم في القنوات الرسمية، مع وجود سقف أكبر وأعلى لها للحركة، لأن طبعا سقف الحركة بالنسبة للقنوات الخاصة ربما يكون أكثر قدرة على أن يكون في فاضا ليقدم رسالة مختلفة. لهذا أنا أدعو القنوات الخاصة، وأنتم واحدة من القنوات الفاعلة والمؤثرة بالنسبة للمتلقي، أن تكون متواكبة في سياسة الإعلامية مع الخط العام لدولة الإمارات العربية المتحدة وما نتعرض له في هذه المنطقة من تحديات. الندوة هذه هي تعاون وخبرات، تعاون من قبل الباحثين وخبرات من قبل اللي اشتغلوا في مجال الأمن،
وتحدثوا في الإعلام وروونا عن تجربتهم الأمنية والإعلامية. الكل أجمع الإعلام حيوي ومهم في هذه المرحلة. الإعلام مهم لمكافحة الأزمات قبل وخلال وبعد. الكل أجمع على هذا، وبالتالي نقول للإعلاميين أنتم الآن مثل الصقور الطائرة، الكل يشاهدكم. أكد نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي الفريق ضاحي خلفان تميم أمس أن السجل القطري الحافل بمؤامرات التخاذل والغدر لا يحتاج لأي اختراق أو دلائل، لأن الوقائع والسياسات التي جاهرت بها الدوحة كانت كافية لإدانتها، متسائلا هل من المنطقي أن تكون كل تلك المواقف الداعمة للإرهاب مخترقة من الإمارات أو غيرها؟ وطرح عبر حسابه الرسمي على تويتر مجموعة من المواقف القطرية التي تثبت نهج القيادة بالضلوع في دعم الإرهاب والانقسام عن الصف الخليجي والتآمر عليه، ومدى أحقية المقاطعة التي فرضتها الدول الداعية لمكافحة الإرهاب الإمارات والسعودية والبحرين ومصر وضرورتها. وقال: عندما نكث تميم بن حمد أمير قطر تعهداته مرارا وتكرارا أمام خادم الحرمين الشريفين، مرة في عهد المرحوم بإذن الله الملك عبد الله، ثم أمام الملك سلمان، هل كان مخترقا؟ وأضاف: عندما خرج من الرياض تميم وتواصل مع روحاني طالبا التعاون معه ومجريا مناورات عسكرية، كان تميم مخترقا من الإمارات؟ وعندما تحدث حمد في مؤامرته مع القذافي عن زوال السعودية بعد 12 عاما، كان مخترقا من الإمارات؟ نجحت الأجهزة الأمنية في مملكة البحرين في ضبط 4 متهمين، أحدهم قام بتأسيس ما يسمى مرصد المنامة لحقوق الإنسان، وتلقى دعما ماديا من حزب الله اللبناني للعمل من خلال هذا المرصد الذي أنشئ ليكون واجهة وستارا لدعم الأعمال الإرهابية. وكشفت التحقيقات تورط الحزب بتمويل ودعم العديد من الأشخاص الذين ينتمون لعدد من المنظمات الحقوقية المزعومة بهدف إرسال تقارير مزورة عن حالة حقوق الإنسان في البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات بغرض تشويه سمعتها أمام الرأي الدولي. كما كشف التورط إحدى المتهمات التي تتخفى خلف العمل الحقوقي بنقل معلومات وأخبار كاذبة ومغلوطة عن الأوضاع الداخلية في البحرين عبر مؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان التي سبق إدراج مؤسستها على قوائم الإرهاب في البيان الصادر عن الدول الأربع المقاطعة لدولة قطر، البحرين والإمارات والسعودية ومصر. في الشأن الإنساني، تواصل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي جهودها الإغاثية والإنسانية لتقديم المساعدات إلى الشعب اليمني الشقيق وتخفيف المعاناة عن أبنائه في ظل الأحداث والأوضاع الاقتصادية التي تشهدها اليمن. وسيرت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي أمس قوافل إغاثية جديدة تحمل مساعدات غذائية استهدفت أكثر من 3,000 أسرة من أهالي مديريتي رضوم وميفعة بمحافظة شبوة، وذلك في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها دولة الإمارات في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية التي تعصف بسكان هذه المناطق. وفي أخبار وزارة الداخلية، حيث ناقش المجلس التنفيذي بوزارة الداخلية في اجتماعه الرابع لعام 2017 الذي عقد مؤخرا برئاسة اللواء الركن خليفة حارب الخيالي وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ بالإنابة، عددا من المشاريع التطويرية والمبادرات الاستراتيجية لوزارة الداخلية، وذلك في قاعة الاتحاد بمقر الوزارة. كما ناقش المجلس عددا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله ذات العلاقة بتطوير العمل الشرطي، منها مراجعة مسارات التقدم في تنفيذ البرامج التطويرية، وخرجوا بالعديد من التوصيات التي تخدم العمل الأمني والشرطي. حضر الاجتماع اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي مساعد القائد العام لشؤون الجودة والتميز في شرطة دبي، والعميد محمد حميد بن دلموش الظاهري الأمين العام لمكتب سمو وزير الداخلية بالإنابة، والمقدم حمدان سعيد الصياح النعيمي مدير إدارة اللجان العليا في وزارة الداخلية، وعدد من الضباط. تفقد اللواء جاسم المرزوقي قائد عام الدفاع المدني بوزارة الداخلية مبنى أكاديمية الدفاع المدني في أبوظبي للوقوف على مجريات العمل والبرامج التدريبية المقدمة في إطار تحقيق استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى تقديم كافة الخدمات وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية. وتأتي زيارة اللواء المرزوقي يرافقه العميد هلال عيض المرزوقي مدير عام شؤون الموارد والخدمات المساندة بالقيادة، والعميد محمد عبدالله النعيمي مدير عام شؤون
الإطفاء والحماية والسلامة بالقيادة ضمن برنامج منهجية الرقابة والتفتيش السنوي المتبع بتطبيق معايير معتمدة للزيارات في إدارات وأقسام الدفاع المدني، وذلك بهدف الاطلاع على سير العمل بها والوقوف على متطلباته، وذلك في سبيل تطويره لما فيه خدمة للمجتمع وأمنه. واصل برنامج الدورة الصيفية لطلاب المدارس أبطال شرطة الغد فعالياته بمجموعة من الأنشطة المتعددة، تتضمن التدريبات الشرطية واللياقة البدنية والسباحة وركوب الخيل وعدة محاضرات توعوية في مدينة أبوظبي والعين. واكتسب الطلاب الملتحقون بالبرنامج العديد من المهارات والمعارف الشرطية والخبرات الجديدة، ومارسوا التدريبات الشرطية الميدانية وتعلموا التقيد بالنظام والانضباط بهدف تنمية الثقافة الشرطية وغرس الحس الأمني لديهم. وخصصت شرطة أبوظبي دورة تأسيسية لتعلم مهارات السباحة باتباع الإرشادات والتعليمات التي يقدمها مدربون متخصصون من خلال دروس عملية يطبقها المشاركون في البرنامج، إلى جانب التعريف بالفوائد الصحية الكثيرة للسباحة. زار وفد من طلاب شرطة المستقبل إدارة الدفاع المدني بعجمان في إطار الزيارات الميدانية التي أعدها معهد تدريب شرطة عجمان لطلاب الدورة الصيفية، وبدأت الزيارة بمحاضرة توعوية لأشبال شرطة المستقبل حول أهمية أخذ الاحتياطات والتدابير اللازمة للحماية وتأميل السلامة في حالة الحريق، وكيفية استخدام طفائيات الحريق والاتصال بهواتف الطوارئ في حالة حوادث الحريق أو أي حوادث طارئة قد تحدث في المنزل. تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، انطلقت يوم أمس في مدينة ليوة في منطقة الظفرة فعاليات الدورة 13 من مهرجان ليوة للرطب، والذي يستمر لغاية 29 من يوليو الجاري. المزيد في سياق التقرير التالي والزميل علاء اللولو. بانطلاقة مهرجان اللواء للرطب بدورته 13 للعام 2017، تتجلى جهود ومشاريع تطوير منطقة الظفرة في إطار سلسلة الفعاليات التي تنظمها لجنة إدارة المهرجانات على مدار العام في المنطقة، والتي تعمل جميعها على صون الموروث الثقافي والاحتفاء بأركان التراث الشعبي والتقاليد الأصيلة والحفاظ عليها للأجيال القادمة. جاء ذلك في ظل رؤية شاملة للحفاظ على تراث إمارة أبوظبي ودولة الإمارات عموما، استمرارا للجهود الكبرى التي بذلها المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، وتنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في تقديم كافة أشكال الدعم للمهرجانات والفعاليات التراثية والمتابعة الدائمة والدعم اللامحدود من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة لمختلف فعاليات المهرجان، والرعاية الكريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة لهذا الحدث السنوي المميز على مدى 12 عاما، مما يؤكد أهمية المهرجان التراثية والدلالة الرمزية، حيث يضم فعاليات ثقافية غنية شاملة ويسهم في إنعاش الحياة الاقتصادية في منطقة الظفرة وإبراز الثقافة الإماراتية على مستوى المنطقة والعالم، ضمن جهود اللجنة لصون الهوية الإماراتية الأصيلة والعلاقة التاريخية بالبيئة والمكان. وقد حظي المهرجان بعدد كبير من الزوار منذ انطلاقة فعاليات اليوم الأول، حيث قام الزوار بزيارة مختلف الأجنحة والمعارض المقامة ضمن فعاليات المهرجان وكذلك السوق الشعبي. بدأت مديرية شرطة الظفرة بقطاع الأمن الجنائي بشرطة أبوظبي بتقديم خدمات متكاملة للجمهور مع انطلاق مهرجان ليوة للرطب 2017. هذا وأكد العقيد سيف حمدان المنصوري نائب المدير لشؤون المراكز بمديرية شرطة منطقة الظفرة حرص المديرية على المشاركة الفاعلة في مختلف الفعاليات التي تشهدها منطقة الظفرة، متوقعا أن يستحوذ مركز السعادة المتنقل على اهتمام الجمهور من خلال الخدمات المرورية والأمنية التي تستهدف تحقيق رضا وسعادة المتعاملين وفقا لأفضل الممارسات المتقدمة.
تعتزم دائرة شؤون البلدية والنقل في العاصمة أبوظبي منح ملاك الأراضي الصناعية غير المبنية في المدينة تراخيص بناء خلال 5 أيام عمل كحد أقصى، وإعفاء المستثمرين بنسبة 2% من الرسوم التي تفرضها المكاتب الاستشارية على التصميم. وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة المبادرات التي أطلقتها الدائرة واعتمدتها المنصة الحكومية لتراخيص البناء لتعميمها على مختلف بلديات إمارة أبوظبي للاستفادة منها، وذلك لترسيخ مفهوم التكامل بين المؤسسات الحكومية للارتقاء بآلية العمل وجودته عبر إيجاد حلول مبتكرة وفاعلة تلبي احتياجات المتعاملين والمستثمرين وتوفر عليهم الجهد والوقت. أما الآن لنتابع آخر إغلاقات أسواق المال الإماراتية في ختام تعاملاتها لهذا اليوم من العاصمة أبوظبي ودبي. والآن نلقي نظرة سريعة على درجات الحرارة العظمى والصغرى المسجلة في دولة الإمارات ليوم غد الجمعة بإذن الله تعالى. وإلى هنا نصل إلى ختام نشرة أخبار مساء الإمارات، قدمها لكم أيمن مصبح من قناة الظفرة. نترككم في أمان الله وحفظه.